سؤال، اتفضلي. لو وافق أبطال صعيدي في الجامعة الأمريكية على عمل جزء تاني تعمله؟ لا ليه؟ مش بتسأليني انا شخصيا. بس عايزة اعرف ليه، اكيد هبقى مهتمة، لا انا خايف ما ينجحش. لا 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 انا شخصيا بحب انا بعمل ارض النفاق هعمل له اجزاء. طب اشمعنى؟ ما هقول لك ليه، لان هو قماشته وطبيعته وطريقته تنفع من الاول. انا عامل حساب ان بس انا اعمل، الصعيد في الجامعة الأمريكية ينفع جدا لا لا يعني هو ينفع طبعا، بس انا شايف ان هو استثمار لنجاح حصلت كسرت الدنيا عمرها مع، انا رايي يعني جايز ابقى انا غلط، هو صعيدي في الجامعة الأمريكية حاله لوحدي خلاص ونشوف حاجه تاني. انا ده رايي يعني، ممكن يبقى يتعمل وينجح على فكره. والنادي عمل سيرش على تويتر والناس يجي 100,000 في يوم قالوا له اعمله، ومدحت العدل كان مهتم يعمله. انا بسليني رايي انا، لا ما حبوش انه يعمله، نعمل حاجه زيه واجدع منه، واجدع منه عشان احنا مش كتع.